صباح الخير حبيبتي. ما حسيت، خفيت أنا وعم بتأمل بشروق الشمس. أنا بدي كل يوم أتصبح بهاي العيون لآخر العمر، بدي لما أفتح عيوني شوف وشك. يلا أنا صار لازم روح بلا ما أتأخر. طيب بس لا تفتحي الباب لحدا لحتى نوصل نحن لعندكم. ما بعرف، بلكي إجي حدا طلب إيدك. إذا كل الدنيا بتجي بتطلب إيدي، أنا قلبي ما بيملكه غير شخص واحد. عقد الزواج هذا أنا اللي جهزته، بس على طريقتي الخاصة، رح أضحك على الكل. ما رح تقدر تمنعني. بأيام بس يتوقع، وهذا أسهل شيء. هنن أكيد رح يوقعوا فورا، وما رح يدققوا على شو عم يوقعوا أصلا. والمكسب معي، ما فيني اترك ابني اللي معمي قلبه يضوعنا ويصرف ثروتنا عليها. لا تطلع فيني، لو بموت ما رح اسمح لابنك اللي معمي قلبه بالحب انه يضوعنا ويروح ثروتنا ابدا. للوهلة الأولى ببين إنه هذا عقد زواج عادي، بس الحقيقة غير هيك تماماً. الأسهم يلي بيملكها أمير تارهون وبكل الشركات وممتلكات أمير الخاصة والعامة رح تنتقل لاسم جاهدة تارهون بهالعقد، يعني لإلي أنا. حقي رح يرجع، الحق يلي انت اكلته علي بدي رجعه، وانت ما رح تقدر تعمل شي. خليه يروح يتزوج اخر همي. انا ما بستسلم، قلت لك انا ما بسكت على الظلم. لو اضطريت اني اخذ حقي من تم ابني ما عندي مشكلة، المهم انه انا يلي اكسب. ما فيك تضلي كمان شوي؟ من شاني ساعة واحدة بس. طيب نص ساعة. خلص عن جد لازم امشي، عندي تحضيرات مشان المساء. ما بصير تعمل هيك، انت عم تأخرني، وعلى فكرة اذا انا تأخرت بتوتر. نسيت انه بدك تيجي تطلب ايدي اليوم؟ انا نسيت، انا عم بحسب الوقت بالثانية لتخلص هاي الشكليات ونجتمع انا وياكي سوا. إذا بتأخر هلأ ماما خديجة ما عاد بتفوتني على البيت. بعدين هلأ بقلها أنك حابسني هون وأنك ضحكت علي مبارح. طيب خلاص فهمت، تفضلي
بس ما بدي اياكي تروحي تتعبي حالك بنو. اتفقنا؟ مليكة ونيجار بيعملوا كل شيء. طيب خلينا بس نفطر مع بعض انا وياكي وبعدين بتروحي، شو رايك؟ انا وانتي والبندورة والجبنة وانجر معنا. هاي الضحكة بدي ضلني اشوفها دائما. ضحكتك حلوة وبتاخذ لي عقلي. يلا بعد لي رح اتأخر.